تردد مؤخرا خبر وفاة الفنان المصري طلعت زكريا، وحينها علق الراحل على هذا الخبر مطمئنا الجمهور قائلا بيقول علي مت بس الحمد لله لسه شوية، وكأنه كان يدرك ان موعد مماته اقترب وهناك فترة قليلة لذلك. وبالفعل فجع اليوم الجمهور واهل الصحافة والاعلام بخبر وفاته عن عمر يناهز 59 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية. ونعت الفنان الشاب هنا الزاهد الفنان طلعت زكريا طليق والدتها شيرين المنزلاوي، والذي تزوجها لمدة 13 عاما قبل انفصالهما منذ سنوات قليلة، كما انه قام بتربيتها وهي صغيرة. وقالت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير انستغرام: دي اخر صورة صورتها في كتب كتابي مع ابويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين. انا فتحت الصورة دي من بدري وعايز اقول لك ان ربنا هيدخلك الجنة يا اطيب خلق الله، انت ربيت 3 بنات وكأنك ابوهم واكتر. وتابعت الفنانة هنا الزاهد: انا عايز اقول لك اني معرفتش كلمة بابا غير وانا معاك، عمري ما قلت اصلا تقريبا بابا غير ليك انت، كنت بجري عليك اول ما اعمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما. فاكرة اول بيض او مليت وقلت لي اعملي مطعم بالهنا والشفا، واديتني 100 جنيه عشان تشجعني اطبخ. واضافت الفنانة هنا زاهد: كنت دايما تقول لي انت هتبقى حاجة كبيرة وكنت بتشجعني، كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيطت اليوم ده. انا عمري ما حسيت انك مش ابويا اللي مخلفني، انا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني واقول لك زازا يا زازا، نفسي ترجع واقول لك قد ايه احنا بنحبك كلنا، واقول لك انك اعظم ممثل، انا بحبك قوي وما كنتش اعرف اني بحبك قوي كده، هتوحشني يا احن انسان عرفته في حياتي، ارجو الدعاء. وكان الفنان طلعت زكريا قد حرص على حضور حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد على الفنان احمد فهمي، والذي كان في 11 من سبتمبر الماضي، وشهد اخر ظهور للفنان الراحل الذي ظل جالسا طوال الوقت ولم يتخلف عن الحضور رغم معاناته من وعكة صحية. وانتهت اسرة الفنان طلعت زكريا من استخراج تصريح الدفن من مستشفى بدراوي بمنطقة الدقي، تمهيدا لخروجه والانتقال به الى مسقط رأسه في الاسكندرية لتشييع جثمانه اليوم الاربعاء بمسجد العمري بالعطارين ودفنه بمسقط رأسه. والجدير ذكره ان اخر اعمال الراحل طلعت زكريا فيلم حليم أسطورة الشواطئ، والذي تم عرضه عام 2017، وشاركه البطولة الفنانة دينا وريم البارودي وامينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد، والفيلم كان من اخراج محمد سعيد. وكان الفنان طلعت زكريا قد انتهى مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان الموقف بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو واخراج ممدوح زكي، كما تعاقد على فيلم الخوزة الذي كان من المقرر ان يجمعه بابنته ايمي. رحم الله الراحل طلعت زكريا واسكنه فسيح جناته والهم اهله وزويه الصبر والسلوان.